استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفه بن احمد الخليفه القائد العام لقوات دفاع البحرين سعاده السيد جيمس هيبي وزير القوات المسلحه بالمملكه المتحده الصديقه والوفد المرافق له وفي بدايه اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوه دفاع البحرين بسعاده وزير القوات المسلحه بالمملكه المتحده والوفد المرافق حيث اشاد معاليه بعمق علاقات الصداقه الوثيقه التي تربط مملكه البحرين والمملكه المتحده والتي لها جذور تاريخيه متينه في مختلف الاصعده واشاد صاحب المعالي القائد العام لقوه دفاع البحرين بالتعاون العسكري الثنائي القائم بين البلدين الصديقين في شتى المجالات العسكريه ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون الدفاعي وثمن معاليه الجهود الطيبه المشتركه التي يبذلها الجانبان البحريني والبريطاني والمعنيه بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين متمنيا معاليه استمرار هذا التنسيق والتعاون بين البلدين بما يصب في صالح تطوير وتعزيز التعاون العسكري الثنائي مؤكدا معلي أهمية تبادل مثل هذه الزيارات والتي تسهم في تعزيز ودعم وتنمية أواصر علاقات الصداقة وتوسيع مجالاتها بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة